كشفت اللجنة المالية النيابية عن وجود تحرك يجري داخل مجلس النواب للضغط على الحكومة من أجل توفير الأموال ضمن الموازنة لتثبيت جميع موظفي العقود في جميع المحافظات. عضو اللجنة حنين القدو ذكر أن اللجنة المالية تنتظر رد الحكومة على تثبيت الطلب الذي تم تقديمه بشأن تعديل الموازنة وتثبيت العقود على الملك الدائم، مبينا أنه إذا وافقت الحكومة على تثبيت أصحاب العقود فإن مخصصاتهم ستكون ضمن موازنة الوزارة التابعين لها.